شخصيتين جداد على حضرتك بنستخدمهم دايما في الفلاش سي اس 5 او في عموما في استعمال فلاش. عندك خاصية الزوم وعندك خاصية البان. يبقى الزوم والبان، ايه هو الموضوع؟ الزوم اللي هو بعمل زوم على الحاجة، زي ما بقول لك زوم على الكاميرا، اعمل زوم بالكاميرا حتة معينة، يعني كبر حتة معينة او صغر حتة معينة او قرب منها او ابعد عنها شوية. ازاي بعمل الكلام ده كله؟ في هنا عندي الماجنيفيكيشن دي او علامة العدسة دي، والشورت كات بتاعتها زي ما انت عرفت قبل كده، بشوف هنا كده اهي الزد، يبقى لو ضغطت على زد من هنا بيظهر لي يبقى علامة زائد. الطبيعي ان اللي فيه علامة زائد انا لو ضغطت في النص هي ايه، هيكبرني في النص. طب انا لو عملت عايز اعمل ناقص اعمل ايه؟ طيب بعمل الت، بدوس شيء، بص لما بضغط على الت اللي بيحصل هو ده، احرك بيبقى بالناقص، بضغط برجع تاني، يبقى بضغط على الت برجع للاول خالص. دي طريقة. الطريقة التانية هدوس في من الكيبورد عشان اروح على السليكشن تول اللي احنا عرفناها، هو ده. عندي كنترول وزائد، كنترول وزائد نفس الطريقة بالظبط، كنترول وناقص ابعد، كنترول وزائد، كنترول وناقص. طيب ايه تاني؟ يبقى كده طريقتين. ايه الطريقة التالتة؟ باجي من فيو ومن الماجنيفيكيشن وباجي اعمل بقى بطريقة ايه، الورك سبيس نفسها. يعني ده بص هنا المساحة دي هي المساحات دي، لو عملت هنا 200 بيظهر لي 200. طب لو جيت من هنا عملت 50، طب 25، طب 200 تاني، 400، 800، وزود اكتر كمان اهو، بعدين بزود لغاية لما خلاص بيوصل 2000. دي 2000 اكتر حاجة في زوم في داخل الفلاش. نقص تاني في حاجة هنا كمان فيت ويندو، يعني بيقول لك اديني كل الابعاد بتاعتك انا شايفها قدامي باحسن صورة، شو فريم، شو قول، كل اللي انت حاطه برا او جوه والكلام ده كله يورهولك. انا حطيت هنا، يمكن تعمدت شوية ان انا احط حاجة برا كده عشان برضه اوريك الخاصية دي، يبقى فيت ويندو، يبقى حاجة زي كده. يبقى عندك 3 طرق، عندك من هنا او من ال او من فوق او من الشورت كات او من عندك ال الكنترول وزائد وكنترول وناقص، وعندك كمان من هنا، عندك زي ما انت عايز تبقى تتحرك. طيب الحاجة التانية ايه؟ ايه هو البان؟ احنا خلصنا الزوم بكل اللي فيه، البان اللي هو بقدر اتحرك بقى، احرك الورك سبيس نفسها. بص هنا في حاجة اسمها الايد دي او الهاند تول. الهاند تول دي الاختصار بتاعها اتش من الكيبورد او الشورت كات بتاعها. لو ضغطت هنا ورحت كده هنا فيت ويندو، انا عايزها نسبة عشان تتحرك معايا. بص هنا سكرول بار بتحرك ازاي. يبقى انا كده لو عندي حاجة كبيرة قوي وبضغط بتحرك وببدأ اعمل زوم عليها وبصغر والكلام ده كله، يبقى عندك اهي بالشكل ده. طيب ايه تاني ممكن؟ لو انا ضاغط كده بالمسافة، اضغط مسافة معايا ودانك ضاغط وتحرك، مجرد ما تضغط مسافة ودانك ضاغط خلاص بتبدأ تظهر لك انها ايد، تبدأ تتحرك كده. وده كان الزوم والبان بشكل مبسط وبنفس الوقت كل حاجة فيه. السلام عليكم.